بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية حبيت أهنيكم وأهني إخواني وأخواتي المسيحيين في الأردن وفي القدس والعالم بالأعياد المجيدة، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. إن شاء الله العام القادم بيكون أفضل وأريح علينا جميعا بالنسبة للوباء، وكل الاستعداد نشتغل معكم بالنسبة لتحديات أمام وصول المسيحيين والمسلمين إلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف. كل التقدير لتمسك كنائس وأوقاف القدس بالعهد العمارية والعيش المشترك المبني على أساس الوضع التاريخي والقانوني القائم. موقف الأردن بالنسبة للمقدسات الإسلامية والمسيحية هذا شرف ومسؤولية أمامي وأمام الهاشميين والمملكة الأردنية الهاشمية. واليوم طبعا حبينا نسمع منكم ونضلنا على التواصل إن شاء الله معكم جميعا حتى بنجهز حالنا لأي تحديات ب 2022. وباسمي واسم أهلي وديوان الملكي أي شيء مطلوب من إخواني اللي حاضرين اليوم أن إحنا على كل الاستعداد. فالله يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير. صاحب الجلالة، يخبرنا تاريخ المقدسات الإسلامية والمسيحية أن الدفاع عنها وصونها كان مهمة الرجال العظام الذين استطاعوا بعون الله الحفاظ عليها والذوذ من حياضها، وبدءا من الخليفة العادل عمر بن الخطاب مرورا بصلاح الدين الأيوبي وصولاً إليكم يا صاحب الجلالة كوصي على مقدساتنا في القدس الشريف. وكيف لا وأنتم أثبتتم أنكم أهل لهذه الوصاية لما تتمتعون به من حكمة وتقوى والانفتاح والصمود في الحق، وبيان ذلك هو مواقفكم الثابتة اتجاه قضية فلسطين وشعبها. Jerusalem finds your majesty a strong voice calling for harmony and respect for the status quo. His Holiness Pope Francis acknowledges in you a strong testimony of peace and dialogue for all our tormented region and sees in you a promoter of fraternity which is so dear to Pope Francis. We extend our deep thanks to your majesty for your valuable contribution to the restoration of the Holy Sepulchre, which is a solemn and appreciation work by all Christians in the Holy Land and in the world. وإن لقاءاتنا المتكررة مسلمين ومسيحيين بين يدي جلالتكم لهي خير دليل على تمسككم بالعهدة العمرية وتمسكنا بالوصاية الهاشمية وتضحياتنا المشتركة دفاعاً عن هوية وأصالة مقدساتنا كما كانت منذ 14 قرناً من الزمان. آجركم الله يا صاحب الجلالة وملوك الهاشميين وجيشكم العربي الباسل
وشعبكم الأردني على هذا الامتداد وهذا الدفاع عن المقدسات والمبادئ المقدسة. صدرت إرادتكم الملكية السامية بالإنعام بوسام مئوية الدولة الأولى على كل من بطريركية المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس ومجلس رؤساء الكنائس في الأردن. نستأذنكم سيدي بتسليم الوسامين. بطريركية المدينة المقدسة للروم الأرثوذكس، تقديراً للدور التاريخي والديني المهم الذي قامت به في الحفاظ على المقدسات والعيش المشترك وتثبيت الوجود المسيحي وتجسيد الوصاية الهاشمية في القدس الشريف، يتسلم الوسام غبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس ثيوفلس الثالث. مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، تقديراً للدور الديني الروحي والاجتماعي المهم الذي يقوم به أعضاء المجلس في تجسيد وحدة موقف كنائس المملكة الأردنية الهاشمية وتمثيل مصالح المملكة ومصالح رعاياهم، يتسلم الوسام نيافة رئيس مجلس رؤساء كنائس الأردن المطران خريستوفورس عطلة. شكراً سيدي صاحب الجلالة.